المادة 102 من دستور الجزائر، والتي كانت في أوقات كثيرة محور ونواة الاحتجاجات الحالية، آن لها أن تفعل وفقاً لقائد أركان الجيش الذي خرج علينا بتصريح بهذا الشأن قد يقلب موازين ومعادلة المشهد السياسي في الجزائر. المؤيدون المتحمسون رأوا الدعوة استجابة لمطالب الشعب، تجنيباً لدخول الجزائر في فراغ دستوري وضماناً لخروج المشرف للرئيس، وكذلك لبقاء اللحمة ما بين الجيش والشعب. المعترضون وهم كثر من أطياف المعارضة السياسية في الجزائر يرون أن الدعوة لا تلبي احتياجات الشعب ولا تحقق الانتقال الديمقراطي المنشود، تشكك وتتخوف من دخول الجيش على خط الحل السياسي، وترك ذلك أن بالبلاد الآن إدارة منحازة ومجلسا دستوريا منحازا، وبالتالي لا فرصة لانتخابات نزيهة إلا بتغيرات أكثر دراماتيكية. دعوة قائد أركان الجيش الجزائري بتفعيل المادة 102 من الدستور سبيل إلى الحل أم تعقيد للمشكلة؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحاتي الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. الاختيار لكم إذن في الوسائل التي تفضلون أن تتواصلوا مع نقطة حوار عبرها، اختاروا الوسيلة المثلى، لكن جميعها يتابعها منذ الصباح. أحمد عبد الرازق، أهلا بك محمد. حوار قوي جدا محمد، والحقيقة أنه كان كذلك دوما منذ بدء حركة الاحتجاجات في الجزائر، لكن على ما يبدو فإن ما قاله رئيس أركان الجيش أمس زاد من زخم الحوار بفعل ما أثاره من شكوك وتكهنات حول نوايا المؤسسة العسكرية في البلاد، بين من يرى أنها تسعى للإسهام في الحل ومن يرى أنها تلعب لعبتها في احتواء الحراك الشعبي والإبقاء على سيطرتها على الساحة السياسية. لدينا آراء تمضي إلى اتجاهات عدة في تفسير ما طلب به الفريق أحمد قايد صالح من تفعيل المادة 102 من الدستور، وسنعرض لكل تلك الآراء خلال البرنامج. سأعود لك أحمد لعرض هذه الآراء، شكرا جزيلا. إذن لكن أنا أعرض الآراء كذلك بطرقنا المعتادة ومنها المشاركات الهاتفية. دعوني أرحب ببلال وملاي وكنزة بداية في هذه المجموعة من المتصلين، أهلا بكم جميعا. بلال من الجزائر، أهلا بك وأبدأ معك. كيف رأيت هذه الدعوة من رئيس أركان الجيش بتفعيل المادة 102؟ هناك من يرى أنها ربما تكون بداية لاحتواء الأزمة، والمعارضة السياسية ربما لا ترضى عن هذه الخطوة كثيرا وتقول إنها ليست كافية. ألو، أهلا وسهلا بلال، أنت على الهواء، تفضل. أهلا وسهلا بلال لوراري من الجزائر. بالفعل أنه ما حدث هناك تباين قراءات وجهات نظر مختلفة في الرأي العام بالجزائر بالنسبة لردود الفعل التي يعني مؤخرا أيضا البارح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الشهيد أحمد أويحيى ببيانه، القراءات تقول بأنه جاء متأخر. أين كان أويحيى منذ الحراك سابقا؟ هو التفاف على الحراك وهو محاولة يعني الضرب تحت الستار، ولذلك فنفس الشيء بالنسبة لعبد المجيد سيدي السعيد والآخر الذي أيضا قام ب يعني الدفع بالكثير من الأخطاء التي يعني حدثت مؤخرا بالنسبة حتى لحملة الرئيس المنتهية ولاية بوتفليقة والذي تراجع في نهاية المطاف، يعني بعدما رأينا هذا الالتفاف الشعبي الكبير جدا والإرادة الشعبية التي لا يمكن أن تكون إلا استفاق الضمير لكثير من الوجوه السياسية والشخصيات، لكن هناك الكثير منها من تبقى الآن مرفوضة في الشارع. طيب لكن أنت بشكل شخصي يا بلال، أنت بشكل شخصي هل تشارك هذه الشكوك؟ بمعنى هناك توجس، لماذا لم يتحرك هؤلاء في السابق وبالتالي تصب في اتجاه أن تفعيل المادة 102 ربما لن يكون الحل، أم تعتقد أنه جزء من الحل؟ وجهة نظرك أنت بشكل شخصي. والله هو جزء من الحل يعني، ولكن الآن الشارع لا يرى في الوعود شيئا، بل يرى إن كثرت هذه الوعود سيرى الشارع بأنها استفزاز له ودفع ليكون
أكثر يعني خروج أكثر للمتظاهرين في الشارع، الدفع أكثر، إلا إذا كانت الآن تطبيق وتنفيذ لكل هذه القرارات التي الآن مادة 102 تقول بأنه حسب التدخل القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب وزير الدفاع للقائد صالح الذي طالب وقال بأن الكرة في مرمى المجلس الدستوري، على المجلس الدستوري أن يتحرك اليوم قبل غد. كثيرا من المراقبين في الجزائر يتساءلون لماذا هذا الارتباك، لماذا هذا التأخر، لماذا هذا التماطل. هكذا الشعب في الجزائر، الرأي العام في الجزائر ذكي جدا، مثقف، متحضر، ناضج. الشعب الجزائري شعب يعني في كل شرائح المجتمع، تجد في الشارع طفل في عمره 12 سنة يتكلم عن السياسة، يتكلم عن كرة القدم، يتكلم عن الطب، يتكلم نوابغ في الجزائر. الجزائر خرجت ونحن نتابع بالفعل، ربما ليس بهذا العمر الصغير جدا الذي ذكرته يا بلال، لكن الصور التي أمامنا كانت لعدد كبير من الشباب الذي خرج إلى الشارع، ورصد كبير فعلا لهذا الحراك من الشباب الذي علق بالمناسبة على هذه الخطوة الأخيرة، فكرة تفعيل المادة 102. هناك من أيد الخطوة، هناك من اعترض عليها وخرج إلى الشارع مرة أخرى معترض. شكرا جزيلا بلال، أرجوك ابقى متابعا لبقية الحلقة، ودعني أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من باريس، الأستاذ سعيد هري، عضو مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية الجزائرية. سيد سعيد أهلا بك، مطلب تفعيل المادة 102 منذ بداية هذه الاحتجاجات كان على رأس القائمة ربما، والآن عندما تنادي جهات معينة به ونصبح قريبين جدا من تحقيقه، المعارضة تعترض، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة. أولا، قرار تفعيل المادة 102 من الدستور ليست من مهام قائد الأركان نائب وزير الدفاع، بل من مهام المجلس الدستوري. المعارضة طالبت سابقا بتفعيل المادة 88، وهي نفسها قبل تعديل الدستور وأصبحت المادة 102. كان من الأفضل أن تفعل هذه المادة في 2013 أو 2014 قبل العهدة الرابعة، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. ورغم ذلك نعتبر تفعيل المادة 102 خطوة إلى الأمام، وإن كانت متأخرة لكنها وحدها لا تكفي. لماذا لا تكفي؟ لأنها هناك ثلاث مطالب أساسية طالب بها الشعب، لا للخامسة فسقطت الخامسة، لا للتمديد فسقط التمديد بالمادة 102 وفيها نظر، والآن بقي سقوط العصابة واستعادة المؤسسات من القوى غير الشرعية، مؤسسات الدولة، ثم بعد ذلك استعادة سيادة الشعب عبر انتخابات حقيقية. لذلك نقول الجيش قام بهذه المبادرة، كان من الأفضل أن تكون سرية ولا تكون علنية، خاصة وأنه لا توجد آليات تسمح بالمطالبة بتفعيل هذه المادة ما عدا في مستوى المجلس الدستوري باقتراح منه. وأنا كما يعرف الجميع فالمجلس الدستوري بما عينه الرئيس وهو في خدمة الرئيس ولن يخرج عن قرارات الرئيس، نحن وسيبقى هنا نقفز دائما يعني كذلك. سيد سعيد، نحن الآن نقفز لما قد يقرره المجلس الدستوري، وكاننا نجزم أنه لن يخرج عن قرارات الرئيس، في حين أن البعض، هناك من يرى أنه بالفعل سنذهب إلى تفعيل هذه المادة وربما يكون هذا خروج من المأزق. لكن عندما تقول أنه كان من الأولى أن تحدث هذه الدعوة في الخفاء، هذا غريب، لماذا؟ لأنه يمكن لأي مواطن، أي مؤسسة، أن يكتب رسالة ويرسلها للمجلس الدستوري ليطالب،
هذا حق المواطنة وحق مؤسسات الدولة. أما أن يخرج علينا قائد الأركان وعلنيا للمطالبة كأنه هو القوة العليا المخولة بذلك، فهذا نوعا ما خارج عن صلاحيته يعني الرسمية أنت تخشى من تدخل والدستورية. الجيش. أنت تخشى من تدخل الجيش في الحياة السياسية بشكل مباشر. معذرة لم أسمع أنت السؤال. تخشى من تدخل الجيش في الحياة السياسية بشكل مباشر. نحن لا نخشى من تدخل الجيش في الحياة السياسية في تحديد السياسات ورجال ومساعدة رجال السياسة، بل نرفضه رفضا باتا رفضا كاملا. ولكن في هذه المرحلة، هذه الأزمة التي تعاني منها الجزائر، وفي إطار الصلاحيات الدستورية للجيش، ما هي هذه الصلاحيات؟ حماية البلاد، حماية الدفاع عن البلاد، حماية مؤسسات الدولة والدستور والشعب من أهم مكونات الدولة. فالجيش يحمي الشعب، وعندما نقول يحمي الشعب يعني يحمي اختيار الشعب. وما هو اختيار الشعب؟ في الدستور المادة رقم 7 الشعب هو السيد، يعني هو مصدر كل سلطة. ولذلك نحن إذا كان تدخل نعود إلى نقطة البداية يا سيد السعيد. نعم. لأنه الشعب نفسه كان يطالب بتعديل هذه المادة، وعندما استجاب لقائد الجيش لإرادة الشعب الآن يتعرض لانتقاد. سأبحث في هذه النقطة بشكل مفصل، لكن خليني أستمع لكنزة أرجوك من الجزائر، لها وجهة نظر في حديث اليوم أيضا. يا كنزة أهلا بك وتفضلي. كنزة، طيب واضح أني فقدت الاتصال بكنزة حتى تعود. مولاي من الجزائر. نعم، السلام عليكم. مولاي عليكم السلام، أهلا وسهلا. خطوة تفعيل المادة 102 كيف تراها؟ كيف تقيمها أنت؟ هل يمكن أن تكون بداية حل؟ لا، الخطوة هي بداية حل بطبيعة الحال، يعني نتيجة الضغوطات الشعبية التي مارسها الشعب طيلة الأسابيع الماضية في خروجه إلى مسيرات شعبية كبيرة. فهذه المسيرات يعني أدت إلى عدة خطوات، من الخطوات تراجع بوتفليقة عن ترشيحه، بعد ذلك الآن شفنا أنه قائد الجيش دخل على الخط وأعلن تفعيل المادة 102. أنا في الحقيقة كنت أسمع لضيفكم الكريم من الجزائر العاصمة. المعارضة هي بحد ذاتها طالبت قبل أيام بأنه يتدخل الجيش، يعني بأنه الجيش لابد أن يحمي المرحلة الانتقالية وأن يقوم بمهامه الدستورية. يعني الآن الجيش تدخل في الوقت، يعني قبل أيام يعني كنت ضيف على قناتكم الكريمة، وسأتموني إذا كان فيه يعني الجيش يكون فيه تصادم بينه وبين الشعب، قلت لا أبدا الجيش. طيب لن يصدم الشعب. الآن المعارضة تبدو ليست مرتاحة، أو القسط الأكبر منها على الأقل، لهذه الخطوة، وتقول إنها ليست كافية بل وتعد التفاف على إرادة الشعب. كيف ترى هذه التصريحات؟ هل تتراجع المعارضة؟ لماذا تتراجع المعارضة عن تصريحاتها إذا كانت تتراجع؟ المعارضة السيد الكريم كانت هشة، يعني المعارضة طيلة السنوات الماضية لم نرى لها أي مفاعيل، لم تتدخل في الحياة السياسية، تركت المجال للفاسدين ولبوتفليقة وعصابته يعملون ما يشاءون. الآن المعارضة ليس لها كلام، المعارضة الآن تقوم بمبادرات يعني من هنا وهناك، يعني تلتحق بالركب. يعني الشعب هو الذي خرج إلى الشارع، وهو الذي طالب، وهو الذي كذا. أما أحزاب المعارضة هذه بالنسبة إلي يعني كانت أحزاب انتفاعية، كلها انخرطت في الحكومة، انخرطت في البرلمان، انخرطت في كذا، وشفنا ما كان عندها ولا مفاعيل على أرض الواقع. احنا الشعب الجزائري هو الذي طالب. لرد على ما ذكرته، لأن به جزء من الاتهام كذلك من السيد السعيد. سيد السعيد تفضل. نعم، من يقولون بأن المعارضة طالبت بتدخل الجيش، المعارضة طالبت بأن يرافق الجيش فيما كما ذكرته سابقا في تدخلي، يعني مرافقة الحراك الشعبي في تحقيق مطالبه الشرعية للتخلص من العصابة، هذا هو، ثم يعود إلى ثكناته للدفاع عن البلاد ويترك السياسة للسياسيين. بس هو لم يقل الجيش الدستورية. أنه بقى، والدعوة الحالية هو يدعو لتطبيق الدستور،
يعني لماذا تخشى من الدعوة الحالية؟ نحن لا نخشى من الجيش أبدا. من ماذا تخشى طيب؟ لا نخشى من الجيش. إلى حد الآن الجيش متخندق مع الشعب ونأمل أن يواصل على هذه الوتيرة. لكن هناك تعبير أكثر من مرة أن هذه الخطوة ليست كافية. من ماذا تخشى وما هي الخطوة الكافية من وجهة نظرك؟ نعم هذه الخطوة. أولا الجيش عندما طلب بتفعيل المادة 102 من الدستور، هذا لا يعني أننا تخلصنا من العصابة في النظام التي تسيطر على السلطة، وهذا لا يعني أننا تخلصنا من سيطرة السلطة الجائرة على مفاصل الدولة. هذا يعني أننا تخلصنا من تمديد لعبد العزيز بوتفليقة وفقط. أما التخلص من العصابة وتحرير مؤسسات الدولة فيتطلب انتقال ديمقراطي، وذلك عبر هيئة رئاسية وحكومة تقنقراط وهيئة لتنظيم الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها مستقلة نهائيا عن الإدارة ووزارة الداخلية ووزارة العدل. هل هذا تحقق؟ لا. هذا أولا. ثانيا الجيش يمكن أن نقول شكرا له على مطلبه بتفعيل المادة الثانية، ولكن هذا غير كاف. أولا ثانيا ليس من مهامه تفعيل المادة، فذلك من مهام المجلس الدستوري، والمجلس الدستوري يجب أن يجتمع للتثبت من حالة الشغور، وبعد التثبت يجب أن يثبت ذلك بالإجماع. فلو يغيب واحد فرد واحد من الأعضاء التسعة أو يرفض واحد فلا يمكن تفعيلها. طيب. ثم هناك خطوة أخرى. نعم. خليني أسمع مولاي إذا كان مقتنع بما تفضلت وذكرته أو هذه الخطوات أو هذا السيناريو. مولاي تفضل. سيد الكريم، يعني ضيفكم الكريم قال أن المجلس الدستوري أصلا غير شرعي. مجلس دستوري عينه بوتفليقة وهي من جماعات بوتفليقة. يعني الجيش لابد عليه أن يضغط على هذا المجلس لكي يمرر المادة 102، ثم تحل هذه المجالس، سواء المجلس الدستوري، سواء المجلس الشعبي الوطني، سواء مجلس الأمة، كلها مجالس غير شرعية غير منتخبة جاءت عن طريق التصوير. أنا ما يعاب على المعارضة أن حتى نوابها لحد الآن لم يستقيلوا من برلمانات التصوير، برلمانات السلطة لحد الآن لا زالوا. الجيش الآن لابد أن يضغط في هذا الإطار. وقبل قليل صرح القائد صالح، يعني أعاد تصريح اليوم، يعني عنده شيء ربع ساعة ونصف ساعة، قال الجيش سوف يقوم بمهامه الدستورية في حماية الشعب وطمأن الشعب، وأنه يعني لابد من تطبيق الدستور. يعني الآن حتى أنه في أخبار أنه تم منع 11 طائرة من الإقلاع من مطار هوالي بومدين تحمل شخصيات متهمة بالفساد. وبالتالي يعني الجميع يصب في اتجاه واحد، لكن ربما العبرة في هل سيتم تطبيق ما تفضلت به يا مولاي أم لا؟ خليني أستمع لرأي صادق طيب قبل أن أعود إلى ضيفي السيد سعيد. صادق من الجزائر، يا صادق تفضل. السلام عليكم على ضيفك الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي رغم أننا كنا نمني النفس بما هو أكثر من تفعيل المادة 102 وباتخاذ كذلك بتفعيل المادة رقم 7 كما قال الضيف، وكذلك أو بتشكيل حكومة جديدة هي فوقية لها إجماع وطني. لكن سيدي قبل أن نتكلم عن تفعيل المادة 102 يجب أن لا ننسى التطورات الأخيرة التي سبقت صدور هذا القرار، يستطيع قراءته من عدة زوايا. أولها ذهاب العمارة إلى أوروبا لجلب ضمانات وإعطائها لحلفاء الجزائر، وكذلك التصريحات الغريبة المشبوهة ليحيى وبوشارب التي تمثلت بإقرارهما بشرعية الحراك ضد السلطة أو ضد العصابة. بس لماذا تسميها بتصريحات مشبوهة؟ يعني عندما تأتي تصريحات يفترض أنها ترضي الحراك الشعبي نصنفها هذا التصنيف؟ لأن أويحيى كان ضد الحراك وبوشارب كان ضد الحراك، لذلك أعطونا أفكار ربما هناك أمر خطير يحك الكواليس.
مما ادى الى خروج الجيش او خروج الجيش بهذا القرار تفعيل الماده 30 والتي تقول انتهاء حكم الرئيس بوتفليقه بصفه رسميه. وكذلك الجيش يتبرأ من الجماعه ولا يريد تحمل ما لا يحمد عقباه. يعني انت تثق ان الجيش سريعا نعم ام لا تثق ان الجيش سيسلم السلطه بعد عبور هذه المرحله سريعا بس نعم او لا؟ لم اسمع السؤال. الجيش انت تثق ان الجيش سيسلم القياده بمجرد مرور هذه المرحله ام كما قد يتخوف البعض انها ربما محاوله التفافيه فقط للحفاظ على شكل النظام الحالي؟ الجيش اليوم يحصن نفسه. الجيش يتبرأ من الجماعه، الجيش لا يريد تحمل اوزار السلطه اوزار تبعيات النظام القديم. طيب مولاي شكرا جزيلا على المشاركة معنا. سيد سعيد، هل هناك ضمان تعتقد كي لا يكون هناك التفاف كما سألت صادق منذ قليل؟ هذا أولا. والسيناريو الذي تفضلت به فكرة المجلس الرئاسي واضح أن الجميع يكاد يكون تجاوزوا، هل من بدائل إذا كنتم لستم راضون عن مجرد فكرة عدم أهلية بوتفليقة؟ قبل أن أجيب عن سؤالك، كلمة عن من يتهمون المعارضة بأنها لم تكن موجودة أبدا. المعارضة الجادة كانت موجودة في الساحة وفي الميدان وتظاهرات ونشاطات في القاعات وفي مختلف وسائل الإعلام، ومنها جبهة العدالة والتنمية بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله، ولم نشارك أبدا في أي حكومة أو تنفيذية لا في الولاية ولا في الوزارة ولا في السفارة. هذا من جهة. من جهة أخرى نقطة، أن الدستور لم اغتصب من قبل عبد العزيز بوتفليقة في 2008، واغتصب مؤخرا عند إلغاء الانتخابات، فللأسف يعني لم يحترم أبدا. طيب بس نحن نتحدث عن حل الآن. نعم. كي نتجاوز المعضلة أو نتجاوز الأزمة في البلد. يعني لا نريد. نعم. أن نعود إلى العهدة الثالثة أو الرابعة. الآن نتحدث عن الحل. أنت ترفض الحل في خطه العريض فكرة تفعيل المادة 102، وتطرح سيناريو فكرة المجلس الرئاسي الذي كثيرون يقولون أننا تجاوزناه تقريبا لن يحدث. هل من بدائل أخرى سريعا؟ الحل المادة رقم 2 تضعنا في ان رئيس مجلس الأمة بن صالح هو الذي يكون رئيس الدولة، رغم انه لا يمتلك الجنسية الجزائرية الأصلية، وقد يقول البعض انه رئيس دولة وليس رئيس جمهورية. هذا فيه نقاش ومرفوض من قبل الشعب. اذا استقال سيتولى مكانه رئيس المجلس الدستوري وهو من حاشية بوتفليقة، ومرفوض بالإضافة إلى حاشية بوتفليقة والعصابة المتبقية. يعني أنا بس أتحفظ على كلمة العصابة التي تستخدمها منذ البداية، لكن يبدو من حديثك أنك ترفض. نعم. الجميع، يعني أنت رافض للجميع يا سيد سعيد. لا أبدا، لا من المقبول؟ لا أبدا. طيب لا أرفض الجميع. أما من المقبول؟ طيب بصراحة في السلطة وفي الدولة الجزائرية هناك رجال صادقون وخيرون ومستعدون للعمل من أجل بناء جزائر الغد، جزائر الرقي الحضاري، في السلطة أقول وفي المعارضة وفي مفاصل الدولة. لكن هناك بعض الأفراد نسميهم العصابة، وما هو تعريفي بالنسبة إلي للعصابة؟ هم الذين تلطخت جيوبهم بأموال الجزائريين وظلموا الجزائريين ويعرفون أسماء أنفسهم. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة لهيئة التنظيم، بالنسبة للهيئة الرئاسية، فهي الأفضل حل كمرحلة لتسيير المرحلة الانتقالية وتعيين حكومة كفاءات. نعم. ثم الانتخابات، ثم إجراء الانتخابات وتعديل الدستور في إطار دستور توافقي. سيد سعيد يستفتى فيه الشعب. نعم. شكرا جزيلا على التواجد معنا، للأسف الوقت انتهى، لكن سعدنا بوجودك في نقطة حوار. السيد سعيد هري عضو مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية الجزائرية كان معي من باريس، جزيل الشكر. سريعا إلى زميلي أحمد عبد الرازق، أتابع الحوار الذي يدور إلكترونيا، إليك مرة أخرى. أهلا بك من جديد محمد. كما أشرت فإن الحوار بشأن ما يجري في الجزائر زاد سخونة اليوم، وكان بالفعل نشطا وقويا منذ تناولنا قضية الحراك الشعبي الدائري حاليا هناك، لكن تصريحات رئيس الأركان الجزائرية الفريق
أحمد قائد صالح أمس، والتي طالب فيها بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري وإعلان عدم أهلية الرئيس بوتفليقة للحكم، زادت النقاش سخونة. لدينا اليوم العديد من المشاركات التي تذهب لاتجاهات مختلفة في معرض تقييم ما قاله قائد صالح، لكن بجانب التقييم هناك تيار كبير ينشغل بتصور السيناريو الجزائري في حالة إصرار المؤسسة العسكرية على الحفاظ على دورها في العملية السياسية بالبلاد. وبجانب ما لدينا نحن وهو كثير بالطبع، هناك حوار دائر على تويتر منذ بدء الحراك الجزائري، لكنه زاد سخونة أيضا بعد حديث الفريق أحمد قائد صالح. كيف فسر المشاركون كلام صالح؟ تفسيرات متعددة محمد، والواضح أن ما قاله الفريق صالح فتح الباب على مصراعيه أمام مزيد من التكهنات، والتي تبدو واضحة في تعليقات مشاركين هنا. وخذ منهم مثلا هنا حسني رجب محمود يقول: لا يكفي إعلان عجز الرئيس وفقا للمادة 102 من الدستور، فهذا يتعارض مع مطالب الشعب الجزائري بإسقاط النظام، إذ أن شغور منصبي الرئيس بإعلان عجزه يعني أن النظام الفاسد سيبقى قائما باستثناء الرئيس فقط. يقول محمد علي عيسى: أعتقد بأنها ستكون بوابة خروج من الأزمة، فبذهاب الرئيس يتولى رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية لستين يوما كما يقول، تجري بعدها انتخابات نزيهة، ويمكن للشعب الجزائري كما يقول انتخاب من يرونه مناسبا لحكم البلاد. رفعت المصري: أعتقد أن الخطوة هي نوع من الالتفاف على مطالب الناس، وأتوقع أنهم يخططون لسيناريو المصري. يقول عمري محمد: النخبة الحاكمة في الجزائر لا تريد استيعاب وفهم خروج الشعب إلى الشارع والتحولات العميقة كما يقول التي طرأت على المجتمع الجزائري. عبد الله الأمازيغي أيضا يقول هنا: أعتقد أن الأزمة أكبر من إعلان شغور منصب الرئيس، المطالب الشعبية أكبر من ذلك، وهي رحيل النظام برمته وإجراء إصلاحات سياسية. يقول ما السيناريو القادم طيب وفقا للمشاركين؟ هذا جانب أيضا محمد يسهب فيه كثير من المشاركين، وهم يتحدثون عن السيناريو في حالة إصرار المؤسسة العسكرية على الحفاظ على دورها في العملية السياسية. خذ ممن تحدثوا في هذا الجانب نصيف حارث نصيف، ويبدو متندرا، يقول: يجب أن تدخل الإمارات كي تصبح الجزائر دولة متطورة ذات السيادة كسوريا وليبيا ومصر واليمن. يقول حسن محمد عشماوي: أقصر الطرق للحفاظ على الجزائر وعدم تفاقم الأزمة الحالية وتجاوز الفراغ السياسي هو الدعوة لانتخابات الرئاسة، فهذا هو المطلب الرئيسي للشعب، مطلب متكرر. سهيل أبو جبران: لا أحد يستطيع إيقاف رياح التغيير. يقول: لكن من لا يأخذون الدروس من التاريخ يمكنهم فقط كما يقول أن يجعلوا التغيير أكثر دموية. أمين يقول أيضا: مطالب الشعب تتحقق الواحدة تلو الأخرى، وبالتالي فالانفراج قادم بما يقرره الشعب، متفائل بعض الشيء. مصطفى يبدو متندرا ويقول: ما حدث في الجزائر من استنساخ التجربة السيساوية في مصر يؤكد أن ثورة الجزائر لم تبدأ بعد. يقول: سيغني حسين الجسمي لثورتكم خير بزاف، وعندها ستعرفون أن ثورتكم انحرفت عن مسارها. هناك العديد من المقارنات بين السيناريو الجزائري والسيناريو المصري على تويتر وعلى صفحاتنا أيضا. هل هناك أفكار أو تعليقات مختلفة على تويتر؟ على تويتر محمد الحوار موجود بالفعل منذ أن بدأ الحراك في الجزائر، لكنه ازداد سخونة أيضا. التصريحات التي جاء بالأمس لقائد صالح هي التي أشعلت الحوار من جديد. من تويتر أقرأ بعض من هذه التغريدات: أحمد خالد يغرب بالعامية المصرية: لو تقصد إيه لا يحصل في الجزائر، فحب أقول لك إن قائد صالح هيعلن انقلاب، وسعيد بوتفليقة والحاشية بتاعته هيتحبسوا، وهتبدأ عسكرة الجزائر عشان تضم على أختها مصر. يقول صلاح الأزرق: بعيدا عن التأويلات والتهويل والمغالطة، ما حصل في الجزائر من تدخل قائد صالح رئيس هيئة الأركان هو انقلاب ناعم يقوده العسكر تحت مظلة الدستور. يقول ومن يقول غير ذلك لم يتعلم من تجربة مصر. رمضان بالعمري: خطوة الفريق قائد صالح صحيحة، وهي بداية الحل، وعلى الشارع أن يبقى يقظا
وليس المطلوب هو تسليم ملف الحراك للجيش. صالح من جيل بوتفليقة يقول مثله مثل بن صالح والآخرين ورحيلهم ضروري. كمال المساري أيضا يغرد: بعيدا عن نية قائد صالح، هل يريد الالتفاف على الشعب أم ترك الحكم للشعب؟ أحيي الوعي الجزائري وحذر الحراكي من محاولة الالتفاف عليه. أما الآن فإن كافة الأحزاب والحركات يقول مطالبة بالاصطفاف والتوحد في المطالبة بانتخابات حقيقية. حوار واسع جدا محمد على تويتر. سأعود يا أحمد إذا وردت أراء أخرى، بالتأكيد أعلم أنك ستكون متابعا لها. شكرا جزيلا. لكن دعوني أرحب بمجموعة جديدة من المتصلين، حمودي، سهام، وعبد الرحيم، جميعهم من الجزائر. أهلا بكم. حمودي أبدأ معه، ورأيك أنت في هذه الدعوة الأخيرة من رئيس أركان الجيش، وهل هي بداية للحل أم تعقيد للمشكلة كما يرى البعض؟ مساء الخير سيدي. من وجهة نظر الشارع فهي تعقيد، وتعقيد أكثر للمشكل وليست هي الحل. أما بالنسبة للعسكر وقائد العسكر فهي حل ولو كانت في الربع ساعة الأخيرة. قلت أنا شخصيا ألوم المجلس الدستوري أنه لم يفعل هذه المادة من 2013 و2014. لماذا لم يفعلها أستاذي؟ لأنه تركيبة المجلس الدستوري كما سبق وقال ضيفكم أنه كل أعضاء 12 هم معينون، خاصة الرئيس ونائب الرئيس أولا. ثانيا هي مجلس دستوري من حيث التركيبة سياسية بامتياز، كل أعضائه معينون. أما من حيث العمل فهو قضائي كذلك بامتياز. قضائي كان يجدر به أن يفعل هذه المادة تلقائيا، وهذا واضح في الدستور، في المادة التي تنص على تفعيل هذه المادة 102 أن المجلس الدستوري يفعلها تلقائيا بمجرد ما رأى أن الرئيس مريض وأصبح مقعد ولا يخاطب. طيب نحن لا نجادل في ذلك، أو قد لا يجادل الكثيرون. نعم. يا حمودي، لكن لا نستطيع أن نعيد عقارب الساعة إلى الوراء. وصلنا إلى هذه النقطة بالفعل، ورئيس أركان الجيش يعتقد أن هذه الخطوة والتي طالب بها المحتجون منذ اللحظة الأولى لهذه الموجة. نعم. من الاحتجاجات الأخيرة، الآن لماذا تتخوف من الخطوة؟ يعني في نقاط محددة، ما الذي يخيفك على وجه التحديد، ولماذا تعتقد أنها ليست كافية؟ ما يخيفني في حالة ما فعل المجلس الدستوري، أبدأ معك نقطة بنقطة. في حالة ما فعل المجلس الدستوري وهو لحد اللحظة لم يفعلها أولا، ثانيا تفعيل هذه المادة يقتضي مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين، أي عندنا في البرلمان بغرفته حوالي 600 نائب، يعني على الأقل 400 نائب تصوت لصالح هذه تفعيل هذه المادة. هل بالإمكان أن يصوت البرلمان لتفعيل هذه المادة ونحن نعلم تركيبة البرلمان؟ أغلبية من جبهة التحرير الوطني، وثاني حزب هو التجمع الوطني الديمقراطي. بس التجمع الوطني الديمقراطي أويحيى نفسه يبدو أنه يدفع. يا أستاذ، هذا أويحيى، ويحيى لا يعكس آراء التجمع البرلمانيين أو أعضائه، لا يعكسها في الجزائر. قد تجد رئيس حزب، قد تجد رئيس جمعية، قد تجد رئيس تنظيم، لكنه أبدا لا يعكس إرادة الشعب. وأعطيك مثالا، في الجمعة الثانية من الحراك نادى التجار في الجزائر بالإضراب. خرج لنا رئيس منظمة التجار في الجزائر أمين وطني، قال اجتمعنا وقلنا لا يوجد هناك إضراب، غدا ستكون كل المتاجر مفتوحة. غدا رأينا كل المتاجر مغلقة. قد تجد مسؤول، قد تجد مسؤول في جمعية أو في حزب، لكن لا توجد له أي قاعدة شعبية، ما يملك بالحزب ما عدا ورقة اعتماد من وزارة الداخلية. طيب حمودي، شكرا جزيلا. الفكرة واضحة تماما، وربما كل هذه النقاط سأبحثها مع ضيفي وكذلك مع متصلين آخرين. أرجوك ابقى متابعا للحلقة حتى نهايتها. ودعني أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من باريس، السيد إدريس العيدي، عضو جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر. سيد إدريس أهلا بك. أولا بشكل معلوماتي صرف، أين نقف الآن؟ هل استجابة المجلس الدستوري مضمونة للدعوة التي أطلقها رئيس أركان الجيش؟ يفترض أن كان لديه اجتماع بالأمس، ويقال أن هناك اجتماع اليوم أيضا،
وسيقرر إذا كان سيستجيب لهذه الدعوة أو لا. هل حدث تحرك ما في هذا الاتجاه؟ سيدي شكرا على الاستضافة، والشكر موصول إلى ضيوفك الكرام. أما ردا على سؤالكم، نحن لاحظنا أن هناك طلب من طرف قائد الأركان، المجلس الدستوري الكرة في ملعبه وهو الآن في حالة تشاور، ولا نعلم إذا كان، لا نسبق الأحداث على أي حال، فلننتظر. ومن المرجح أن الخيرين في هذا الوطن سيأخذون موقفا في صالح الحراك وفي صالح الإرادة الشعبية، وسيكون موقفا يضمن الإطار الدستوري، وكذلك يضمن استمرارية الدولة، وكذلك نتفادى به مشاكل خطيرة قد تعصف بالدولة الجزائرية. بس ما تقوله يبدو كأنه معجزة يا سيد إدريس، يعني حل فجأة سيرضي جميع الأطراف ويسكت الجميع ويبدو جيدا، لماذا لم يكن موجودا مع بداية الحراك وموقف الحزب الحاكم نفسه عندما كان يدعم ويدفع بشدة ببوتفليقة في هذه الانتخابات؟ يا سيدي، لكل مقام مقال، والظرف الذي جاء فيه هذا الطلب أنا أرى أنه ليس متأخرا كما يراه البعض. هذه مؤسسة الشعب الجزائري يحترمها ويجلها ويقدرها، قامت باقتراح للمؤسسات الدستورية لكي نضمن أن هذا الوطن يبقى في التعاطي السياسي، يبقى ضمن الإطار الدستوري، وهذه خطوة نباركها، وهذه خطوة كل عاقل وكل خير في هذا البلد يراها جيدة. بس هي حزب جبهة التحرير، الاقتراح نفسه جزء من المعضلة بالنسبة للبعض، كونه جاء على لسان المؤسسة العسكرية وليس المجلس الدستوري، يعني ليس من اختصاص المؤسسة العسكرية أن تقترح هذا الأمر أصلا، أليس كذلك؟ أنا أوافقك الرأي أنه ليس من صلاحيات المؤسسة العسكرية أن تتدخل في السياسة، لكن لو تلاحظون ما يجري من حراك في الجزائر هذه الأيام يحتم على كل المؤسسات الدستورية وعلى كل الوطنيين الخيرين أن يقدموا يد العون لهذه المؤسسات التي في بعض الأحيان قد تبدو أنها فشلت أخلاقيا في إدارة هذه الأزمة، ولذلك كل رأي يصب في الاتجاه الذي يبعد الجزائر عن المخاطر فهو مرحب به ونباركه. سأبحث معك الآراء التي يتبناها الجانب الآخر يا أستاذ إدريس، لكن خليني أستمع لرأي سهام أرجوك من الجزائر. يا سهام أهلا وسهلا، وتفضل اطرح وجهة نظرك. سهام، طيب عبد الرحيم من الجزائر حتى تعود سهام مرة أخرى. عبد الرحيم اتفضل. عبد الرحيم أنت على الهواء، اتفضل. حبيت أن نعقب على الأخ اللي قال بلي تفعيل المادة لازم يمر على اجتماع البرلمان بغرفته، ولازم يكون ثلثي البرلمان يوافق على المادة. أنا نقول له يكون في علمك بأن الكل يريد أن يركب الحراك بأي طريقة. سمعني؟ أسمعك جيدا، لكن للأسف هذا الاتهام سمعناه كثيرا لأحزاب المعارضة ولجهات كثيرة أنها تريد أن تركب الحراك كما وصفت، لكن خلينا نحاول أن نقيم الخطوة الأخيرة على وجه التحديد، وما إذا كانت جزء من حل المشكلة أم جزء من تعقيدها. هي بالفعل هي جزء من حل المشكلة، وإن لم تكن جزء فمن هو الحل؟ هناك من يرى بأن أحمد ويحيى يبارك هذه الخطوة، ويقولون بأن الخطوة التي يباركها من كان بالأنف هو الذي أشرف على ترشيح الرئيس، ونحن نعلم كيف الأمور تسير في الجزائر. الكل يريد أن يترك لمسته بأنه ما يعلمون أن الشعب لن يتراجع. يعني بس هذا معناه أن هذه الخطوة، بما أنك أشرت لأويحيى على وجه التحديد، أنت تصدق أن هذه الخطوة ربما تكون المخرج من الأزمة
ولا لا النقطة ليست واضحة بالنسبة لي؟ هي تكون المخرج إن شاء الله. المخرج للأزمة. عبد الرحيم شكرا جزيلا على المشاركة. سيد إدريس عبد الرحيم متفائل من هذه الخطوة وهذا جيد جدا، لكن الكثير من أحزاب المعارضة عبرت وقالت إن هذه الخطوة التفاف على مطالب الشعب بالأساس، لا تحقق الانتقال الديمقراطي المنشود في الجزائر والذي خرج من أجله الجزائريين، ويقدموا سيناريوهات أخرى مثل مجلس رئاسي مثلا أو حتى فترة انتقالية وحكومة انتقالية، وليس مجرد نزع شخص بوتفليقة مع بقاء بقية عناصر النظام. سيد الفاضل، إذا عارضت المعارضة فهذا شيء طبيعي، إنه دورها، إنه دورها المعارضة، هذا لا مشكلة فيه، لكن القائمين على الدولة الجزائرية والذين في أيديهم المسؤولية العظمى لأخذ هذا الوطن إلى بر الأمان إذا أردتم، فلهم نظرتهم ولهم حساباتهم، والهدف وهدفهم الوحيد هو تجنيب الجزائر كما قلت في المرة السابقة، تجنيب الجزائر ويلات رأيناها في دول أخرى ومشاكل نحن في غنى عنها. طيب بس جيد، كيف نجنب الجزائر؟ هذا هو السؤال. واضح أن كل جهة لها تخيل أو تصور كيف يمكن أن نجنب الجزائر هذا السيناريو. الآن هناك من يقول إن خطوة المادة 102 ليست بهذا التأثير، هي فقط معناها زوال بوتفليقة كاسم لكن بقاء كل أركان نظامه، والرجل أصلا متهم أنه لم يكن هو الذي يحكم، وبالتالي البديل الأمثل الآن هو مجلس رئاسي ربما وحكومة انتقالية في فترة زمنية محددة حتى يتم ضمان أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة. هذا يا سيدي يكون مرحبا به إذا كان في إطار الدستور الجزائري وإذا كان في إطار القوانين الجزائرية. بس أليست المادة السابعة من الدستور يمكن أن تضمن ذلك ولا لا؟ يعني لماذا نتمسك بالمادة 102؟ يا سيدي المادة السابعة من الدستور لابد أن نقرنها إلى المادة رقم 8. المادة السابعة من الدستور التي تقول بأن الشعب هو مصدر كل السلطة، لابد من آليات لممارسة السلطة، الشعب كيف يمارس السلطة وفقا للمادة 7. لابد أن نقرنها بالمادة 8 التي تتكلم على المؤسسات الدستورية التي تضمن حرية هذا الشعب واستقلالية هذا الشعب وحقوق هذا الشعب. سيد إدريس خليني أستمع لسهام، يبدو أنها عادت مرة أخرى، أتمنى أن يكون الخط أفضل. يا سهام تفضلي. أهلا وسهلا، الخط أفضل. تفضلي عزيزتي، اطرحي وجهة نظرك. أهلا بكم. أهلا بك، أهلا وسهلا، تفضلي. بالنسبة لي تفعيل المادة 102 من الدستور في الوقت الحالي لن ترضي الجماهير التي تتحرك في كل أسبوع وفي كل يوم للمطالبة باسترجاع هذا الوطن الذي سلب منا لمدة سنوات. الوضع في الجزائر يبشر بما هو أفضل لأن هناك وعي لدى الجماهير. المشكلة هي في الطبقة السياسية، الطبقة السياسية بطرفيها سواء كانت معارضة أو نظام، هذه الطبقة السياسية بينها وبين الشعب هو كبيرة. الشعب ليس في الثورة أو في ربيع عربي، وإنما الشعب في مرحلة معركة فكرية، لأن ما يطالب به هو تطور فكري ونضج فكري لم ينتبه إليه هؤلاء السياسيين لأنهم كانوا منشغلين بأمور أخرى أو أن مستواهم الثقافي لا يرتقي إلى مستوى هذه الجماهير. لكن عندما تقول يا سهام أن أوان هذه الخطوة قد فات، الآن أوان ماذا طيب؟ ما البديل الذي تعتقد أنه يمكن أن يكون حل؟ الآن الأوان هو أوان ترك مجال أوسع للشعب بجميع فئاته كي يكون طرفا في التغيير، وذلك من خلال انسحاب أكبر عدد ممكن من أصحاب النظام، لأن الشعب يرفضهم ولا يثق فيهم ويرى أن كل محاولتهم هي مجرد التفاف. طيب هذا جيد من الناحية النظرية يا سهام، لكن أولا لدينا معضلة أن هذا قد يكون إقصاء مباشر، وهناك معضلة أخرى أشار إليها ضيفي يا سيد إدريس الآن، جيد أن يحكم الشعب لكن هو بحاجة إلى
آلية لكي يحكم؟ يعني العملية ليست فوضى بين قوسين. فعلا، ولكن على الأقل ممكن تفعيل دور هذا الشعب من خلال السماح لممثلين نزيهين ولم يكونوا سابقا في هذا النظام، بحيث أنه يحصل الشعب على القليل من الثقة وليس الكثير من الثقة، لأنه القليل من الثقة تكفي للمرور إلى المرحلة الانتقالية. لكن أن تأتي بأطراف من النظام، هل يعقل أن يصلحوا ما أفسدوه؟ لكن مرة أخرى قد نسقط في معضلة الإقصاء الكلي لفئة معينة، وهذا بالتجربة في أماكن سابقة وحتى في الجزائر نفسها دائما ما يقودنا إلى مصير لا يرضى عنه كثيرون. سهام، شكرا جزيلا. لكن قبل أن أعود إلى ضيفي السيد إدريس، خليني أستمع لرأي زهور أيضا. يا زهور أهلا وسهلا، تفضلي. زهور، لا أعلم إذا كانت زهور تسمعني. زهور على الهاتف. طيب، ألو زهور أهلا وسهلا، اتفضلي. مساء الخير. مساء الأنوار، أهلا وسهلا، اطرحي وجهة نظرك. أهلا بك. بداية، الاتهام المكرر للمعارضة هذا لأن منذ فترة المعارضة هذه كانت عبارة على شكل ائتلاف مع السلطة، ولم يكن لها أي دور على الصعيد السياسي، لم تتكلم باسم الشعب، لذلك فقدت ثقة الشعب، وبالتالي كلنا تقريبا نراها أنها تركب الحراك. أنا عن نفسي هذه المعارضة لا تمثلني ولا أنتمي لأي حزب، ولا أريد أن يمثلني أي حزب. هذا الحراك شعبي يؤطره الشعب بشكل واضح، يعني لا يحتاج إلى طيب معارضة. جاي، ما المخرج الذي يراه الحراك الشعبي بصرف النظر عن ما تقول المعارضة أو ما مازال يقول الحزب الحاكم؟ ما المخرج؟ المطلب الأساسي للشعب هو انتخابات رئاسية نزيهة في وقتها المحدد. لماذا ندخل نحن في مرحلة انتقالية وتفعيل المادة 102 كان المفروض أن تفعل منذ 2013؟ بس مرة أخرى وكررنا ذلك كثيرا، لن نعيد الساعة الوراء، الزمن الذي مر لا نستطيع أن نستعيده. الآن المادة 102 هل هي حل؟ يعني بصرف النظر أنها كان يفترض أن تفعل من فترة، الآن هل هي حل جيد؟ لا أعتقد أن الشعب سيرضى بها. الشعب يريد انتخابات رئاسية في موعدها، انتخابات نزيهة فيها وجوه جديدة. لا نريد هذا النظام القديم بكل البطانة الموجودة، يعني نريد وجوه جديدة ونظام جديد. زهور شكرا جزيلا. سيد إدريس، من ضمن التعليقات الكثيرة التي قيلت وبين من يستحسن هذه الخطوة وبين من يعارضها كثيرا، هناك من يتخوف، وعلى رأي أو على لسان ساسة كبار مثل بن فليس مثلا، هناك من يرى أن الجزائر الآن كما قال هو بها إدارة منحازة، بها مجلس دستوري منحاز، وبالتالي لا ضمان إلى انتخابات قادمة نزيهة، لذلك هؤلاء يطالبوا أن يتغير الأمر أو تغيرات أكثر دراماتيكية حتى نستطيع أن نضمن أن تكون المرحلة القادمة ربما أكثر شفافية في الجزائر، ولا يكون هناك هذا التشاحن ما بين الأطراف المختلفة. يا سيدي الفاضل، أن الشارع الجزائري الذي أبهر العالم أظن أنه وضع الإطار الصحيح للتعاطي السياسي في الجزائر. الشارع الجزائري بذكائه، بفطنته، بسلميته، بتعاطيه مع الحدث على أعلى مستوى، بعث برسالة إلى الطبقة السياسية على أنها تحذو حذوة، ولا بد أن تلتقي في لقاء يسمى ما نشاء، نسميه ما يشاء ما نشاء، لكي نصل ببلدنا إلى ما يريده الشعب. الشعب أظن أنه وضع لنا خارطة الطريق، وعلى كل الطبقة السياسية أن تمتثل لإرادة الشعب وأن تحذو حذو الشعب. هذا ينطبق على جبهة التحرير الوطني تعتقد؟ يعني الآن الجبهة هل ستغير من قناعاتها وأيديولوجياتها؟ هي في مأزق، أن تتخلى عن الرجل الذي آمنت به كثيرا، أن تنحاز للجيش، أن تعلن راية التسليم ربما وتنساق لما قد يقول الشعب. يا سيدي الفاضل، أنت تسألني على حزب جبهة التحرير الوطني.
أنا هنا لست ناطقا باسم حزب جبهة التحرير الوطني. أنا لا أسألك بصفة ناطق يا أستاذ إدريس، لكن أنت عضو في الجبهة، صح ولا لا؟ نعم طيب. أنا عضو في حزب جبهة التحرير الوطني ومناضل في حزب جبهة التحرير الوطني جاي. وأرى أنه مناضلين حزب جبهة التحرير الوطني هم طرف من الشعب الجزائري، ويهمهم مصير بلدهم، ويهمهم ما المآل الحسن لدولتنا ولأمتنا. فلذلك ونحن سمعنا من مسؤولين في حزب جبهة التحرير الوطني أنهم يساندون صراحة الحراك، فإذا لا توجد مشكلة عند حزب جبهة التحرير الوطني طيب. على الأقل في اللحظة الراهنة. أستاذ إدريس شكرا جزيلا على التواجد معنا في نقطة حوار. شكرا سيد إدريس العيدي عضو جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم في الجزائر، كان معي بشكل مباشر من باريس. تستطيعون أن تستكملوا الإدلاء برأيكم على وسائلنا الإلكترونية المختلفة بالتأكيد، لكن من يفضل خطوط الهاتف المباشرة تفتح مرة أخرى على راديو بي بي سي. معي أنا محمد عبد الحميد بعد قليل.